السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام، وحيكم بها على الهواء مباشرة أينما كنتم داخل وخارج الوطن إلى هذه الجولة الجديدة من برنامج حديث الصحافة الذي نستعرض لكم فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية والمواقع الإلكترونية وكذلك بعض مقالات الرأي والتحليل التي نختارها لكم من المواقع الإلكترونية الإخبارية وأيضا ما يكتبه النشطاء والسياسيين وغيرهم من المهتمين في شأن اليمني على مواقع التواصل الاجتماعي. ونبدأ لكم هذه الجولة مشاهدين الكرام بأبرز ما جاء من عناوين في المواقع الإلكترونية الإخبارية، ونبدأ بالمصدر أونلاين. المصدر أونلاين. المبعوث الأممي مارتن غريفيث يلتقي وزير الخارجية الروسي ويشيد بمشاركة روسيا البناء في اليمن. العائدون من الموت، ركاب الرحلة 609 عالقون بين السماء والأرض. القوات الحكومية تحرر مواقع جديدة بمديرية ماوية جنوب تعز. الحكومة اليمنية تقدم رؤيتها لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة وقوات خفر السواحل التي تتسلم الأمن. أدانت مقتل 7 مدنيين في غارة بتعز، سام التحالف يمارس نوعا من العملية في قتل المدنيين. التغيير نت، الجواني يطالب الرئيس بنقل مقر إدارة شركة اليمنية من صنعاء إلى عدن وإلحاقها بوزارة النقل. مقتل جنديين وإصابة آخرين في اشتباكات مع مطلوبين أمنيا جنوب مأرب. تعز اغتيال جندي وإصابة مطلوب أمني في حادثين منفصلين. أطباء بلا حدود مقتل وإصابة 11 مدنيا إثر قصف استهدف حيا سكنيا في تعز. سكان في عدن يؤدون الصلوات خارج مسجد أغلقه مسلحون حاولوا فرض إمام جديد. الصحوانت، إصابة 5 أشخاص بهجوم حوثي على مطار أبها. مقتل وجرح 4 جنود باعتداء على إحدى الدوريات الأمنية في مأرب. صعدة، ميليشيا الحوثي تفجر منزل شيخ قبلي في مديرية منبا وتعتقل العشرات في رازح. تعز، الجيش يحرر مواقع استراتيجية في ماوية ويأسر 15 حوثيا. ميليشيا الحوثي تصعد من تحركاتها جنوب الحديدة. وكالة سبأ، اليمن يشارك في المنتدى الاستراتيجي حول الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن في أديس أبابا. السفارة اليمنية في واشنطن ترحب بمشروع قراري عضو الكونغرس الأمريكي بشأن انتهاك ميليشيا الحوثي لحقوق الإنسان. رئيس الوزراء يجدد حرص الحكومة على مواصلة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مركز الملك سلمان يسلم مكتب الصحة بالمهرة دفعة جديدة من المحاليل والسوائل الوريدية. التوقيع على عقود عمل لتنفيذ 3 مشاريع خدمية وتنموية بمديرية البريقة في عدن. منتخبنا الوطني لألعاب القوى للناشئين يشارك في البطولة العربية في تونس. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا بين وفد رفيع المستوى من البنك الدولي والوزارات والجهات الحكومية المعنية. العاصمة أونلاين. الجيش يحرر مواقع استراتيجية بمديرية ماوية بتعز. بعد إغلاقها للمراكز الصيفية، ميليشيا الحوثي تعيد فتحها بأجندة طائفية. البنك الدولي يعلن بدء الترتيب لفتح مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن. العاصمة أونلاين يكشف أسباب طفح المجاري بصنعاء وانتشار الكوليرا. إسقاط طائرة حوثية في صنعاء كانت متجهة إلى الأراضي السعودية. استشهاد وإصابة 13 مدنيا في قصف حوثي على الأحياء السكنية شرقي تعز. سبتمبر نت، استشهاد وإصابة 4 من منتسبي الأمن في اعتداء على إحدى الدوريات بمأرب. نائب الرئيس يعزي في وفاة السفير محمد عوض. رئيس الوزراء يهني نظيره بجمهورية الصومال الفيدرالية بالعيد الوطني. الإصلاح نت، الأمم المتحدة تحذر الخدمات الأساسية في اليمن على شفير الانهيار التام. الحكومة تقدم رؤية مزمنة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة. تعز، الجيش الوطني يحرر مواقع في ماوية ومصرع عناصر حوثية شمال شرق المدينة. إذن كانت هذه أبرز عناوين المواقع الإلكترونية، والآن إلى الصحف العربية والعالمية التي بكل تأكيد لا حيز في أخبارها عن اليمن. نستعرض سويا أبرز ما جاء فيها من عناوين، ونبدأها لكم بالوطن السعودية. الوطن السعودية،
تحالف دعم الشرعية في اليمن، هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية يستهدف مطار أبها الدولي. صفقة حشيش صعدة تشعل خلافات الحوثيين. قوة تحالف تسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه المملكة. الشرق الأوسط، مشروع سعودي ينزع 1800 لغم زرعها انقلابي اليمن. جريفيث يبدأ جولته المكوكية بلقاء لافروف ونائبه في روسيا. العربية نت، يمني رفض دفع إتاوات مالية فقتله الحوثيون. دمار، الحوثي يفتتح سجنا سريا جديدا. مجزرة حوثية جديدة ضد المدنيين في تعز. صحيفة عكاظ، وزير التخطيط اليمني يبحث مع وفد البنك الدولي دعم أولويات الحكومة. الحوثي صاعد في تعز والحديدة وسجن سري في دمار. والآن إلى مقالة الرأي والتحليل، ونبدأ بمقال نشر على موقع العاصمة أونلاين لأحمد الحرازي، عنوان مقاله الرهان الخاسر، يتحدث فيه عن إطالة الحرب مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية والمآلات التي ستؤول بإطالة هذه الحرب من توسع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في انتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني، وكذلك من استيراد صواريخ وأسلحة وغيرها من إيران. نتابع ماذا كتب أحمد الحرازي في مقاله التالي. خمسة أعوام كافية لإنهاء تمرد الميليشيا الحوثية وإعادة الدولة إلى وضعها الطبيعي لولا التدخل المتواصل للأمم المتحدة التي لا تريد لليمن وللمنطقة العربية برمتها أن تنعم بالأمن والاستقرار. محاولات متكررة تسعى من خلالها لإيقاف العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي صورة موازية منحت الحوثيين فرصا كثيرة لإعادة التموضع في مواقعهم القتالية واستغلالهم لعامل الوقت من خلال فتح باب المشاورات والمباحثات السياسية، لكنها تفشل كل مرة في إلزامهم بتنفيذها، الأمر الذي دفع غالبية اليمنيين إلى التشكيك في دورها. لم يرى اليمنيون منذ اندلاع الحرب في البلاد أي موقف جاد للأمم المتحدة سوى هرولتها إلى تجديد نسخ مبعوثها ممن يبدأون أغلب تحركاتهم بعد زيارتهم صنعاء والاستماع أولا للعدو الذي يقتل اليمنيين، بينما الحكومة الشرعية والتي تمثل الشعب وتخوض معركة الدفاع عنه يترك لها فرصة التحدث في نهاية الأمر وبعد الاتفاق على آلية وإقرار موعد ومكان الجولة السياسية، كما تنسى المرجعية الثلاث التي من المفترض أن تكون منطلقا لها، ليبقى الرهان على الأمم المتحدة خاسرا دائما، ولن يتحرر الوطن إلا من خلال الجبهات وهزيمة الميليشيا الحوثية بقوة السلاح. أما على الصعيد الإنساني والحقوقي الواقعين تحت رحمة المنظمات الدولية أيضا وتعامل المجتمع الدولي بناء على تقاريرها، ظلت قضية اليمنيين ومعاناتهم عالقة بين مصالحها ومشاريعها رغم فشلها في تحقيق نجاح واحد، خصوصا في ملف المختطفين، ناهيك عما يتعرض له المواطنون من قتل وتشريد ونهب لممتلكاتهم وانتهاك لأعراضهم في مناطق سيطرة الحوثيين. ولم نسمع أي موقف دولي يدين وينقذ المدنيين من إجرامهم سوى فتح ملف المفاوضات السياسية والتي يسعى من خلاله إلى منح الكثير من الامتيازات على حساب معاناة اليمنيين. لذا يعد الرهان على الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها خاسرا، والحل الوحيد بيد جيشنا الوطني. والآن إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك، وهذا مقال للأستاذ علي العمراني الذي تحدث في منشور له وصفه عن النكبة والنخبة، تحدث بذلك عن الأحداث الجارية في اليمن وكذلك عن النخب السياسية والصراع الدار الذي يؤدي إلى اليمن إلى الهاوية بسبب الصراعات الداخلية وغيرها وعدم توحيد الهدف لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
عن النكبة والنخبة. يقول الفلسطينيون إن ضعف النخبة في فلسطين في الفترة ما بين وعد بلفور 1917 والنكبة 1948 كان سببا رئيسيا لما آلت إليه فلسطين وتمكين الصهيونية منها على النحو الذي كان، ويبدو أن ضعف النخبة في اليمن سبب رئيسي لما آلت إليه أحوال اليمن. والملاحظ أنه منذ بدأت تتعرض اليمن للفساد الشامل المدمر والمخاطر الكبرى مثل الحركة الحوثية والانفصالية، كان وما يزال موقف النخبة يؤكد على الضعف والتخاذل والتوهان وربما تضاؤل الشعور بالمسؤولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية. ما يزال الموقف الآن من المشروع الطائفي الحوثي والانفصالي الجهوي دون المستوى، ويعبر عن حقيقة ضعف النخبة وتخاذلها وخوائها. فهل أن النخب اليمنية التي تكونت في آخر عهدي الإمامة والاستعمار وتبنت أهدافا كبرى ونضلت من أجلها وتحقق الكثير منها كانت أكثر شعورا بالمسؤولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية مما عليه الحال في العقود الثلاثة الماضية، وما يزال الذين يتصدون للمخاطر التي يتعرض لها الوطن قلة قليلة من المثقفين الإعلاميين والسياسيين؟ أما الأكثرية فما زال يغلب عليهم السكوت أو التبعية لأحزاب وتنظيمات تغلب مصالحها الفئوية الآنية والفردية على مصالح البلد، وإذا تحركت فغالبا ما يكون ذلك متأخرا جدا وأقل مما يجب ومما هو متاح بكثير. ستتعافى اليمن عندما ندرك جميعا نحن من نعد نخبة مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية والأخلاقية، ونتمكن من الخروج من حالة الضعف والخنوع هذا، ونفعل ونقول ما يجب في الوقت الصحيح ودائما قبل فوات الأوان. منشور آخر للشيخ محمد مقبل الحميري أيضا تحدث عن العقول المتحجرة التي تقود البلاد إلى الهاوية. القمامات التي تتكدس في الشوارع وتسببت بانتشار الأمراض والأوبئة وأصبح خطرها أشد من خطر الحرب الكارثية ولم يوضع لها حل هي انعكاس طبيعي للقمامات التي في رؤوس البعض، وهناك ترابط وثيق بين القمامتين ولن تنظف هذه إلا بتنظيف تلك. والأستاذ خالد العلواني أيضا له منشور تحدث عن هذه المرحلة المفصلية وقال لابد من أن تكون هناك عقول متزنة تقود سفينة اليمن إلى النجاح. حين يتصدر المشهد الأقزام وخفاف العقول وتصير مفاتيح القرار بيد السفهاء والموتورين، يضيق الوطن بأبنائه وتحضر الثارات المقيتة وتسري سياسة الفرز والإقصاء والتهميش، وتضيع الحقوق والحريات ويصبح المواطن غريبا في وطنه. يا لها من معادلة آثمة. في الفيسبوك أيضا عمر المقرمي تحدث عن خطوط الجوية اليمنية، نتابع ماذا كتب عنها وماذا حدث في الآونة الأخيرة. هذه أرواح بشر يا بني آدم، صراخ الأطفال والنساء والمضيفات تقافزن جريا من مكان لآخر على متنها. الطائرة اليمنية تترنح في الجو نتيجة خلل فني وتهبط بشكل اضطراري، مشهد مخيف كان سيودي بحياة جميع المسافرين من القاهرة إلى عدن، وهبطت بشكل اضطراري عقب إقلاعها بنصف ساعة نتيجة صحة أحد راكبيها بحسب تصريح لإدارة اليمنية. اليمنية أفصحت عن اسم المريضة التي تأزمت صحتها على متن الطائرة وهي رضيع عبد الله علوي السقاف، لكن السؤال لماذا لم يذهبوا بها للمستشفى وتستأنف الطائرة رحلتها؟ إذن الأمر ليس عملا إنسانيا يضاف إلى رصيد الخطوط الجوية اليمنية كما أفادت بذلك الإدارة، بل هو خلل فني وعطل قاتل موجود في الطائرة يجب أن لا يتكرر. هذه أرواح بشر يا بني آدم. وفي السياق ذاته لكن من تويتر هذه تغريدة للدكتور صالح حسن سمية الذي غرد عن الموضوع ذاته وعن الخطوط الجوية اليمنية. لا تستهينوا بموضوع طيران اليمنية فهو أحد رموز سيادة الدولة، لا شك أن اليمنية عاشت عصرا ذهبيا حصدت فيه جوائز معتبرة في أيام المرحوم محمد الحيني، ثم نخرها الفساد بعد ذلك شأنها شأن كل شيء جميل في بلادي حتى شاخت. إنقاذ اليمنية ضرورة وطنية سيادية يا سادة أرجوكم.
وأيضا تغريدة لإبراهيم عبد القادر غرد عن اللوحة الفنية التي رسمها أبناء سقطرى برفضهم للمناطقية والأطماع الخارجية في محافظتهم. الصورة التي رسمها أهلنا في سقطرى يوم أمس تنتمي إلى المستقبل. لقد أثبتت هذه الجزيرة أنها روح وهوية اليماني، والمستقبل الذي سيتجاوز الطائفية والمناطقية وميليشيا التفتيت ومشاريع التقسيم الطارئة. الشعوب تعرف كيف تواجه المشاريع المغمورة، ولن تسمح للعصابات الدخيلة مصادرة حلمها قطعا. رضوان مسعود في تغريدة له بعث بعدة رسائل للحكومة الشرعية وكذلك التحالف العربي. إلى الشرعية والتحالف العربي، تحرير صنعاء يعني التالي: يعني تحرير عاصمة الدولة، تحرير مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والمدنية، تحرير 3 ملايين مواطن، قطع طريق الإمداد مع عمران وذمار والحديدة. عبد الله المنيفي في تغريدة له قارن بين نتنياهو وما يقوم به بالاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني بحجة السلام، وكذلك ما يقوم به عبد الملك الحوثي زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية من قتل لأبناء الشعب اليمني أيضا بحجة السلام. نتنياهو يقول أنه يريد للفلسطينيين رفاهية، وهم يحتلون أرضهم ويقتلونهم مثل عندنا تماما. عبد الملك الحوثي يريد لليمنيين رفاهية، تشابه كيانات لا غير. وعن الحركة الحوثية وما أوصلت اليمن اليوم إلى هذا الحال المتردي على جميع المستويات، غرد عنه عبد الناصر المودع. النظم السيئة كالحركة الحوثية لا تسقط من تلقاء نفسها، كم يمني البعض نفسه. فكثير من النظم السيئة كالنظام الكوري الشمالي والإيراني والكوبي والفنزويلي تستمر رغم تفاهة خطابها ومبررات حكمها، وكل ما تجلبه لشعوبها من كوارث من خلال سيطرتها الشمولية على الدولة والمجتمع وقمعها الشديد. بهذه التغريدة وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، وفي ختامها لا يسعني أن أقدم لكم شكر الجزير على كرم المتابعة والإصغاء. تقبلوا التحيات محدثكم أحمد الفرحان، في أمان الله.